خليني هنا اخد معايا على التليفون بكل الترحيب دكتور جهاد الحرازين استاذ العلوم السياسيه. اهلا بك يا دكتور جهاد. اهلا بك استاذ يوسف وكافه المشاهدين الكرام. اهلا بك. كيف ترى تطورات الاوضاع منذ طرح بايدن للحل وحتى اجتماع صبيحه اليوم؟ يعني اعتقد ان بايدن منذ ان طرح هذه المبادره وهي بالاساس هي مقترح اسرائيلي وهو ما عبر عنه بايدن في هذا السياق، ولكن بايدن اراد ان يلقي الكره في الملعب الفلسطيني حتى يحاول التخفيف من وطأة الضغوط على حكومه نتنياهو في محاوله منه لابراز موقف معين، بالاضافه للتوقيت الذي اعلن فيه عن هذه المبادره، ونحن نعلم عن وضعيه الانتخابات وخاصه بعد المؤتمر الصحفي الذي سبق مؤتمر بايدن الذي كان للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. كل ذلك اذا وضعنا في سياقاته الحقيقيه نجد بان اداره بايدن تحاول كسب المزيد من الانتخابات، ولكن بالمقابل نجد بان ما يطرح من قبل بايدن هو بالاساس خطوط عريضه ليست في اطار التفصيلات الحقيقيه التي من الممكن العمل عليها او من الممكن النظر اليها، وخاصه نحن نعلم في كل مره تطرح مثل هذه الخطوط، ولكن عندما ناتي الى التفاصيل تكون هناك الاشكاليه ويكون هناك حاله التعارض في المواقف. اذا نحن امام مرحله لجس النبض في هذا السياق، رغم الترحيب ورغم انني اتحدث واقول لك اخي يوسف بان اي فرصه لوقف اطلاق النار او اي مبادره لوقف اطلاق النار وانقاذ ما يمكن انقاذه من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب اباده يجب التمسك بها وعدم الافلات منها، رغم اننا نعلم جيدا بان نتنياهو وائتلافه الحاكم يحاولون بكل ما تعني الكلمه الافلات من هذه المبادره، رغم ان هذه المبادره هي او الصياغه هي صياغه اسرائيليه وهي التي قدمتها الى الولايات المتحده الامريكيه، حتى خرجت يوم امس عضوة بحزب الليكود الإسرائيلي عضوة بالكنيست الإسرائيلي تطالب بإلقاء القبض على بايدن في حال زيارته إلى إسرائيل تحت بند بأنه قام بإفشاء أحد الأسرار العسكرية من خلال الإعلان عن هذه المبادرة. إذن في هذا الأمر أعتقد بأن الآن الكرة ردت إلى الاحتلال خاصة بعدما أعلنت حركة حماس بأنها ستتعامل بإيجابية مع الطرح، وهناك موقف مصري قطري أمريكي يتعلق ويدعو لضرورة التقاط هذه الفرصة وضرورة الضغط من أجل أن يتم التوافق على الوصول إلى تهدئة تمتد لستة أسابيع ومن ثم البناء على المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، إلى أن نحن أمام قضية مهمة جدا ألا وهي قضية معبر رفح وخاصة الموقف البطولة الذي جسدته جمهورية مصر العربية، وهو الموقف الحازم والحاسم في هذا السياق بأن مصر لن تتعامل مع معبر رفح بما يتعلق بظل وجود الاحتلال الإسرائيلي أو تحت العلم الإسرائيلي، وكان هناك الموقف المصري واضحا بأن المعبر هو فلسطيني مصري خالص ولا يمكن القبول بإعادة فتح المعبر طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا جاءت الدعوات أو جاءت عملية الضغوط في محاولة للوصول إلى صيغة أو إلى آلية متفق عليها، وهو ما جرى بالاجتماع الذي احتضنته القاهرة للوفود الوفد الأمريكي والوفد الإسرائيلي للحديث عن قضية معبر رفح، وكان الموقف المصري يتمثل في مجموعة من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، أولا بأن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح وعدم أي تواجد للقوات الإسرائيلية في معبر رفح أو محيط معبر رفح، ثانيا أن يكون هناك تعاملا فلسطينيا أو الجانب الفلسطيني يخضع للفلسطينيين وأن تكون الإدارة فلسطينية، وخاصة أن هناك توافقا مع الأوروبيين لعودة بعثة الاتحاد الأوروبي للعمل في معبر رفح وفقا لاتفاق 2005، وهو الذي نص على أن المعبر والذي تم توقيع الاتفاق هو معبر فلسطيني مصري بإشراف أو بوجود بعثة المراقبة الأوروبية بداخل هذا المعبر، هذا الموقف بالإضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات دون أي قيود من قبل الاحتلال أو أي ذرائع في هذا السياق، ومصر تتحدث عن 350 إلى 600 شاحنة بشكل يومي تتضمن كافة الأنواع سواء الأغذية أو المواد الطبية أو حتى الوقود في محاولة لإعادة إيجاد أفق للحياة داخل قطاع غزة. هذه المطالب وضعتها مصر وبكل قوة
على الطاولة، وضعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال أمام مسؤوليات حقيقية، إما أن تتحمل دولة الاحتلال ما يحدث من مجاعة وما يحدث من إجرام داخل قطاع غزة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون هناك موقفا يتجاوب مع الطرح المصري المتعلق بقضية معبر رفح. هذا الأمر الذي جسدته مصر، وهذا ليس بالجديد على مصر ولا القيادة المصرية التي هي تعمل وتتواصل مع كافة الجهود. ورأينا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى العربي الصيني وحديثه مع الرئيس الصيني وتصدر القضية الفلسطينية لهذا المنتدى العربي الصيني، والموقف الذي كان مطروحا منذ البداية بضرورة وقف العدوان، بضرورة إدخال المساعدات، برفض فكرة التهجير القسري، بضرورة الوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وحل الدولتين. طيب هذا الموقف دكتور جهاد، يعني أنا مش عايز أقطعك بس وأنا بالمناسبة أشكرك جدا على تثمينك للموقف المصري، لكن يمكن السؤال اللي بيدور في بالي وبالتأكيد بيدور في بال كل من يشاهدنا الآن، بتعتقد أنه بنيامين نتنياهو سوف يماطل في هذا الموضوع لحد إمتى؟ هل يعول على أنه يطيل أمد الحرب حتى وصول إلى الانتخابات الأمريكية؟ وهل يعول على أنه دونالد ترامب قد يكون هو الفائز حتى ولو باحتمالات كبرى، فمن الممكن أنه دونالد ترامب يعطل كل جهود السلام؟ يعني هل هذا ما يدور بخلد نتنياهو، ولا أنه هو ينتظر تفعيل الصفقة ما بينه وما بين بني جانس، في أنه في حال انسحاب سموتريتش وبن غفير يدخل بني جانس وأتلاف المعارضة معه؟ أنا أشكرك جدا أخي يوسف على هذا التساؤل الذي هو يوضح الرؤية بشكل حقيقي، ونحن نعلم جيدا حالة المناورة التي يمارسها نتنياهو في كافة السياقات وعلى مدار توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو يتلاعب دائما بعمل الوقت، يتلاعب بالشخصيات، وهو قد تلاعب بالإدارات الأمريكية السابقة مسبقا في الكثير من المواقف، خاصة إدارة أوباما حاول التلاعب بها وتلاعب واستطاع أن يحصل. ولذلك أعتقد ما تفضلت به بالبداية بأن نتنياهو يناور على عامل الوقت، لأن نتنياهو بحاجة لأن يكون هناك وقتا انتظارا لما ستؤول إليه أو ما ستفضي إليه الانتخابات الأمريكية، وخاصة أن المرشح الجمهوري لا زالت حظوظه متفوقة ومرتفعة على المرشح الديمقراطي الرئيس بايدن، وهذا الأمر الذي أصبح شاهدا للعيان وأصبح الجميع يدرك هذه القضية. ولذلك نتنياهو هو يرغب بأن يكون الجمهوريين، وخاصة أن هناك حالة تعاطف كبيرة من قبل وتأييد من قبل الجمهوريين لنتنياهو، وهو ما لمسناه في الفترة الأخيرة من خلافات جرت داخل الكونغرس الأمريكي عندما أراد الجمهوريين استدعاء نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس، وكانت هناك معارضة ديمقراطية إلى أن كانت الصفقة وكانت إحدى الهدايا التي قدمت إلى نتنياهو حتى يقبل بهذه المبادرة التي تم طرحها من قبل الرئيس الأمريكي، ورغم أنها هي مبادرة أمريكية إسرائيلية هي دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي. ولكن نتنياهو يرغب بالصديق الأوفى لدولة الاحتلال ألا وهو دونالد ترامب، الذي أعطاه ما لم يعطيه أي رئيس أمريكي مسبق على مدار رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب أعطى نتنياهو السيادة على الجولان، أعطاه القدس عاصمة، نقل السفارة إلى مدينة القدس، أغلق مكتب منظمة التحرير، أغلق القنصلية، أراد شطب الأونروا وكالة الأونروا ومنع عنها التمويل وحاول أن يشطبها، يريد شطب قضية اللاجئين. إذن هذه القضايا التي يسعى لتحقيقها نتنياهو، ولذلك لم يجد ضالته لدى بايدن رغم ما قدمته إدارة بايدن من تزويد من الأسلحة ومن الأموال ومن تقديم كل ما أرادت دولة الاحتلال، إلا أن نتنياهو في كل مرة يتلاعب بالإدارة الأمريكية، وهو ما رأته إدارة بايدن، ولذلك حاولت أن تمسك العصا من المنتصف من خلال أولا عدم فقدان الصوت اليهودي في الانتخابات الأمريكية، وكذلك عدم فقدان الصوت العربي بداخل الانتخابات الأمريكية. إذا كان نتنياهو ينتظر أن يأتي إليه دونالد ترامب بالمفاتيح يعني التي يريدها أو يأتي له بالنصر المؤزر، هل أصلا نتنياهو قادر على إطالة أمد الحرب حتى خريف
2024، خاصة إن هو دخل في صدام مع جو بايدن بالمجموعة الحاكمة، وعلي من الوارد جدا إنه حجم المساعدات الأمريكية يعني مش هقول يتوقف، ولكن على الأقل هيتقلص بشكل أو بآخر. كذا الحال الموقف الأوروبي أصبح موقفا أقرب للضغط منه للموائمة أو للاتفاق. هل يقدر نتنياهو يكمل؟ دعنا نتفق أخي يوسف على قضية مهمة، بأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن دولة الاحتلال صح. في أي لحظة من اللحظات، لأنها دولة وظيفية تقوم بما يريد الغرب وهم بما تريد الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة. ولذلك كان إذا عدنا بالتصريحات في بداية 7 أكتوبر، كانت في معظم التصريحات من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية بأننا لن نسمح بالمساس بإسرائيل وسنبقى بجانب إسرائيل حتى تحقق انتصاراتها. ولكن فيما يتعلق بإطالة أمد العملية العسكرية، نحن نعلم بأن على مدار التاريخ دولة الاحتلال لم تمر بأي حرب لم تتجاوز سوى أيام، ولكن اليوم صحيح. نتحدث عن 8 أشهر. نتنياهو استنفذ كل ما يريد من الإدارة الأمريكية، علما بأن صدر قانون من الكونغرس الأمريكي، هذا القانون يمنع الرئيس الأمريكي من وقف إرسال شحنات الأسلحة أو تقديم الدعم لدولة الاحتلال. عندما تم التصويت على تقديم 26 مليار دولار لدولة الاحتلال، صوت 399 عضو بالكونغرس الأمريكي، وفقط الذين اعترضوا 16 عضو من الديمقراطيين، بمعنى أن هناك توافق كامل ما بين كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على دعم دولة الاحتلال بشكل كامل ودون أي مواقف مسبقة. لذلك نتنياهو عندما يتحدث بأنه ماضي بهذه الحرب، علينا أن نذكر شيئا معينا، بأن نتنياهو أعلن عن مجموعة من الأهداف في بداية الحرب، ولكن هو لا يرغب بتحقيق هذه الأهداف لأن هذه الأهداف هي متناقضة. هي أولا تحرير الأسرى والقضاء على المقاومة، ولن يستطيع إيصال أو تحقيق أي منها، ونحن بدأنا في الشهر 9 في هذه الحرب المستمرة. لكن نتنياهو يحقق أهداف أخرى على الأرض، المزيد من التغول في الدم الفلسطيني، المزيد من الدمار صحيح. عملية إبادة كاملة بحق الشعب الفلسطيني. أعود إلى قضية مهمة قد تفضلت بها أخي يوسف، المتعلقة بأن هل نتنياهو في لحظة من اللحظات قد يتخلى عن ائتلافه الحاكم الذي هو يضمن 64 مقعد بداخل الكنيست الإسرائيلي، وأن يلجأ إلى كل من المعارضة سواء لبيد أو جانتس؟ هذا الأمر غير وارد بالحسبان، لأن نتنياهو أكثر تطرف من كل من سومطريش وبن جفير فيما يتعلق بالسياسات، وهو الذي أعلن مرارا وتكرارا بأنه أفشل إقامة دولة فلسطينية وكان ضد إقامة دولة في الدولة فلسطينية، وهو من وقف في وجه أو مع استمرار الانقسام الفلسطيني، وكان يقدم التمويل حتى لا يكون هناك وحدة وطنية. ولذلك هو حتى اللحظة يراهن أو لا زال يتحدث بأنه لا يريد أن يكون هناك لا سلطة ولا حماس، ويريد فصل قطاع غزة واختزال القضية الفلسطينية على أنها وصفهم بأوصاف غريبة جدا، قال نحن لا نريد لا حماسستان ولا فتحستان. يعني الراجل برضو إيه، مهموم بحالة من الأسطرة التلمودية كده. عايز أشكرك جدا جدا دكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية.